السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شباب معانا موقعين، واحد لعملة البيتكوين وواحد لعملة الدوج كوين. الموقعين يا شباب كل دقيقة ده بيدينا 12 ساتوشي كل دقيقة، والتاني بيدينا 51 مليون من عملة الدوج كوين لاتوشي او ساتوشي، مش عارف يسموها ايه الجزء بتاعها. ما علينا، هنخش كده يا شباب، هندوس هنا اهو. انا لست روبوت، هيفتح معانا يا شباب رابط مختصر زي ما انتم شايفين كده. هندوس هنا، بعد كده هنعمل كليك هير تو، مش هننتظر 7 ثواني. وهندوس هنا جو لينك، اهو يا شباب ده كده ادانا. لا لسه كده يا شباب، ايه هنحل الكباتشة، هنحط هنا رابط البيتكوين. هنخش كده على الفوسيت يا شباب، وهنيجي هنا من فوق على كلمة ديبوزيت، وهناخد عنوان البيتكوين يا شباب كده، وهنيجي على الموقع ونحط العنوان هنا، وهندوس على الكباتشة دي. من هنا يا شباب تقدروا تغيروا الكباتشة. انا غيرت الكباتشة التانية عشان الكباتشة اللي فاتت دي انا مش فاهمها. فهننقل الارقام ديت، الحروف دي هنا، وبعد كده يا شباب هرتب الكلمات اللي تحت دي. هنلاقيها هنا كده، يعني مثلا الاولانيه معانا دي، والتانية معانا دي، والتالتة معانا دي. فتح معانا يا شباب الرابط ده زي ما انتم شايفين كده، جو ريور، هندوس عليه كده. اهو يا شباب كده بعت لنا 12 ساتوشي زي ما انتم شايفين. العملية دي كل دقيقة يا شباب تعملها، يعني الموقع ده كده كويس جدا، وكل دقيقة يعني مش هياخد معاك حاجة. وانصحكم بالشغل على الموقع ده. هنخش على الفيس توب يا شباب. الأول هنجيب رابط محفظة الدوك من هنا، نسخ، ونطلع فوق. هنخش على الداشبورد نشوف 12 ساتوشي وصلوا ولا لأ. أهو يا شباب 12 ساتوشي وصلوا. وهنا الموقع التاني يا شباب معانا على الدوك كوين، بنيجي برضو ندوس هنا يا شباب. هم الموقعين واحد في الشغل بتاعهم. برضو يفتح معانا كباتشا، اي صفحة تفتح معاك واقفلوها. معلش الموقع بتاخد معانا وقت في الشرح، بس لو انت شغال عليهم عادي ومش هياخدوا معاك حاجة، هتلاقي نفسك كده ايه سريع فيهم. اهو يا شباب كده هندوس جود لينك، اهو هنحط هنا رابط عنوان الدوك كوين، وهنحل الكباتشة، هنحاول الكباتشة التانية من هنا، هنحط الألوان، وهننقل الحروف دي هنا. بعد كده يا شباب بعد ما نقلنا الحروف هنرتب التلات كلمات دولت، اللي هي اكس اكس سالب، وهنا او اهي، والتانية 3 اكس اهي، والتالتة اهي. وهندوس على الكلمة دي يا شباب كده هيحقق المطالبة اهو.
هنخش على الفوسيت برضو ونعمل ريفريش. اهو يا شباب 51 مليون، وبكده الموقعين يا شباب صادقين، وانصحكم بالشغل عليهم وجمعوا على قد ما تقدروا من العملات الرقمية لعملات في التصاعد. وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.